طريق مبسطة تسمى بالثين لاير كروماتوغرافي، وطريقة معقدة تسمى بالايون اكسشينج كروماتوغرافي. وبكون هذه طريقة معقدة تستخدم في الأجهزة وتعتمد على الشحنات، فهي طريقة مطولة في الفيديو، بس أشرح فقط على الثين لاير كروماتوغرافي. هذه الطريقة المبسطة تعتمد فقط على حجم الأحماض الأمينية. يتم أولا بجلب ورقة ترشيح معينة، توضع العينات على شكل قطرات في مستويات معينة وثابتة، وبعد ذلك تغمر في حوض. هذا الحوض يحتوي في قاعدته على محلول قطبي. هذا المحلول القطبي بخاصية الشرب أو عفوا بخاصية الترشيح أو الشعرية سيصعد أو ينفذ خلال هذه الورقة الترشيح، وعند مرور خلال وقت الترشيح فإن الأحماض الأمينية ذات الحجم الصغير تتحرك مع المحلول أثناء عبوره بسرعة كبيرة، على عكس الأحماض الأمينية ذات الحجم الكبير أو الثقيل فإنها تتباطأ نوعا ما. فتفصل الأحماض الأمينية تبعا لحجمها على مسافات معينة في الورقة، وبعد ذلك تضاف مادة صبغية تتفاعل مع الأحماض الأمينية وتعطيها لون. فهذا اللون وبعد قراءتها بوصل جهاز معين وعند مقارنتها بستاندرات معينة أو معايير ثابتة، فنعرف أن كل مكان يعتبر حامض أميني معين أو يتم فصله في مكان معين، وبواسطة المعادلة يتم معرفة كل حامض أميني وموقعه. وهذه الطريقة تعتبر qualitative، أي تعطينا فقط وجود الأمينو أسيد من عدمه، على عكس الطريقة الأخرى التي هي ion exchange chromatography والتي تعطينا quantitative، أي بمعنى آخر تركيز الحامض الأميني ووجوده كذلك.